السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أختكم لبنى، في قناتها صحتي في جمالي. مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالجميع. كنتمنى من الله تكونوا في أحسن ظروف إن شاء الله يا ربي. لافيديو ديال اليوم كما معودكم أختكم لبنى، ديما الجديد وديما بأثمنة جد رهيبة وكتكلفناش دراهم بزاف. المهم هاد لافيديو هذا اللي هو عبارة عن وصفة لإزالة البقع السوداء من المناطق الحساسة بواحد دو برودوي اللي ديما عندنا في الدار وما كيكلفوناش دراهم بزاف وخا بغينا نشريوهم. قبل ما ندخلوا في الفيديو ما تنساوش دقوا الجرس، تابونا، تخلي كومونتير زوين بحالكم مع اختكم لبنى. بكم نتوما عزيز القدام ان شاء الله يا ربي باش يوصلكم ديما الجديد ديالي ان شاء الله. واللي محتاج اي استفسار ولا اي فيديو ولا اي حاجه انا راه الاشاره ديما كنقول لكم انا مرحبا بكم كيف ما بغى يكون لي كومونتير، ماشي مشكل. حتى كاين لي كومونتاريوس لي صراحه مي ماشي مشكل، حتى هما مزيانين كيزيدو يطلعو لي معنويات. المهم على بركه الله نبداو لا فيديو، نبداو الوصفه. زعما هاد الوصفه هي هادي، شنو هما المكونات اللي فيهم؟ فيها دو مكونات، ويل دو غليسيرين ويل دو سيترون. ويل دو غليسيرين ويل دو سيترون، ماشي كنقول لكم كيكون واحد شنو شويه تصداع يعني في الخدمه، ما كنقولش ديروا شي ماركه ولا شي حاجه اللي اي ماركه ماشي مشكل، حيت الجليسيرين مزيان كيف ما بغى يكون، ويل دو سيترون مزيان. ما كاين اللي ما كيبغيش يدير ويل دو سيترون يدير قطرات من الحامض من الليمون، ماشي مشكل حتى هما. غير هي من الاحسن انا كنقول ناخذ ويل دو غليسيرين ويل دو سيترون، النص ديال القرعه ديال ويل دو غليسيرين، النص ديال القرعه ديال ويل دو سيترون، كنخلطوهم في واحد القرعه اخرى، كناخذو مزيان كنجزو بعضياتهم. من بعد كنخليوها دو جوغ في داك الفلاكون مخبيه، ما تشوفهاش. اهم حاجه ما تشوفش اشعه ديال الشمس، ما تشوفش اشعه ديال الضوء، فواحد البلاصه تكون في ماريو ولا في شي حاجه ديالكم هكا ولا شي بلاكار مخبيه. كنخليوها دو جوغ في داك الفلاكون هذيك. من بعد كيفاش كنخدموها؟ كنخدموها دو فوا بار سومين ولا تخوا فوا بار سومين. من الاحسن انا كندير تخوا فوا بار سومين، تخوا فوا بار سومين. كننقيو المناطق مزيان 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 مزيان، كنطويوهم. من بعد كنهزو داك الويل اللي عندنا مخلط وكندهنو به مزيان داك البلاصه. شوف البنات من الاحسن شوفي من تنطويي تنشفي مزيان بواحد الفوطه ولا كلينيكس، وتقبطي لهذيك الويل اللي عندك مخلط ما بين الجليسيرين والسيترون، نحكو مزيان داك المنطقه، نحكوها 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 مزيان ونخليوها. نسو بها باتو بها ماشي مشكل، كتبقى اختياريه. هي من الاحسن تخليها يعني كيبقى شوف داك لي سيترون كيخلي ريحه زوينه، والجليسيرين سيترون شنو كيدير لنا؟ الليمون شنو كيدير لنا؟ كيكلاسيسي، كيحيد لنا داك الكحوليه من داك البلاصه. والجليسيرين شنو الدور ديالو؟ كيضغطي، حيت ملي كنحيدو ليطاش كتبقى ديك البلاصه شويه كحله شويه حرشه وناشفه. داك الدور ديال الجليسيرين شنو كيدير؟ كيضغطي حتى هو كيكلاسيسي، ولكن اكثريه كيضغطي، كيرطب داك البلاصه مزيان باش كتبقى الناش حرشه، كتعطينا واحد النعومه زوينه بزاف. يجربوها وجربوا حكم، والله ما تندموش على هاد الوصفه اللي عطيتكم غزاله بزاف. هذه هو لا فيديو ديال اليوم. نزيدكم واحد الطريقه اخرى ديال الجليسيرين. الجليسيرين بوحدو شنو يدير لنا؟ الجليسيرين بالنسبه ليدينا اللي كيكونوا حرشين بان بالماعون وداك الشيء، بلي كاين تيد وكاين اوني وداك التخرق كيخليونا يدينا حرش. كيفاش نخدموا الجليسيرين؟ الجليسيرين البنات خدمي الجليسيرين مع معلقه ديال النشا، معلقه ديال النشا تكون مسوحه صغيره، الا كانت صغيره كوير اسوب تكون مسوحه، كوير اكافي تكون عامره. كنديروها كنديروا واحد نص معلقه ديال الجليسيرين، كنخلطوا مزيان داك الخليط، كنقبطوها حتى هو، كنحكوا به يدينا مزيان 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 مزيان، كنحكو ماشي كنديرو غير هكا وندهنو، كنهزو وكنحكو بواحد الطريقه دائره عفوا هكا بالصبيعه باليديات بكلشي. شوف يدي انا كيجيو صراحه انا لازم نديرها تعجبوني. كنحكوها مزيان مزيان، كنخليوها المده ديال 15 دقيقه في يدينا، وكنخرجو كنغسلو يدينا بشويه ديال الماء دافي، ما يكونش بارد ما يكونش سخون، دافي كنغسلو مزيان
كنهزو الويل دو كليسيرين ماشي كريم ولا شي حاجه الويل دو كليسيرين كندهنوا به يدياتنا وكنمشيو للناسو وغدا في الصباح اجي تشوفوا يديكم كيوليو يا سلام صراحه زوين 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 هاد التريت هاد البريباراسيون عطاتكم ما تندموش عليها غير جربوها وتحكموا داك الساعات بيديكم المهم جينا لافان ديال لا فيديو ما تنساوش تابونا دقوا الجرس تخلي كومونتير زوين بحالكم اختكم لبنى بكم هذه القدام ان شاء الله وداك الرايه المغربي ان شاء الله الله الوطن الملك كنموت عليكم.